أعزائنا متابعي المشاتل الدولية الأردنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم بدنا نورجيكم صنف جديد من الحمضيات رح نبدأ في إنتاجه خلال هاي السنة. طبعا بجوز أي واحد بشوف هذا الصنف يفكر إنه كوموكوا أو نوع من أنواع البرتقال مثلا المهجنة الصغيرة. افتحنا بالله يا علي ورجينا، خلينا نورجي الإخوان شو هو هذا الصنف الجديد. طبعا هذا الصنف زرعنا أمهاته أصوله عنا وأجرينا عليه العديد من التجارب وتأكدنا من ملائمته للطقس في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. شايفين يا أخوان، هذا نوع اسمه ليمون الكافيار. طبعا ليمون الكافيار باختصار بيجي الحب مثل ما أنتوا شايفين، بيجي عبارة عن حبوب ليمون، كل حب مغلفة، بإمكانك ترشوا على الأكل طبعا والأطعمة والمشروبات مثل ما هو. طبعا هذا الصنف صنف أسترالي اسمه أستراليان فينجر لايم ويسمى بليمون الكافيار. هذا الصنف بتحمل درجات الحرارة العالية لأنه صنف يزرع في المناطق الاستوائية بأستراليا. صنف له مميزات كثير، منها شكله طبعا زي ما أنتوا شايفين، ما بنزل عصير، بنزل حب زي هيك. في منه عدة ألوان، أحمر وأخضر وأصفر وأسود. طبعا الصنف هذا أول مرة ينتج في الأردن وفي المنطقة، شايفين؟ طبعا بتختلف لون الحب من جوا على حسب لون الحبة. طبعا هذا الحب لسه مش مستوي، موسم النضج تبعه بده تقريبا حوالي 40-45 يوم، إن شاء الله بكون ناضج ومستوي 100%. طبعا يستخدم العديد من الأنواع الغذائية، ما في داعي زي ما حكينا تعصر، وبنحط الليمون زي ما هو على الأكل. ومحتوى عالي جدا من الفيتامين سي ومن المواد المضادة للأكسدة. في بعض المواقع اللي قرأنا عنها الأسترالية بتحكي إنه المواد المضادة للأكسدة فيه 50 ضعف أنواع الثانية من الحمضيات. حبينا نورجيكم الصنف هذا، وإن شاء الله راح تكون أشتاله متوفرة بإذن الله في شهر 10 من العام الحالي، تكون جاهزة للتصدير للمملكة العربية السعودية إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.